موجز الأخبار من قناة ليبيا الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. بدت وحدات من اللواء 106 مجحفلة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة في القيام بدوريات لغرض تطبيق حظر التجوال الذي بدأ سريان في 4 أغسطس الجاري تنفيذا لتعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس بالمدينة. دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ دعا تركيا إلى ضرورة وقف توريد الأسلحة إلى حكومة صخيرات التزاما بالقرارات الأممية والأوروبية لحظر الأسلحة المفروضة على ليبيا، منوها في الوقت ذاته على دعم الناتو لمخرجات مؤتمر برلين التي تكمل جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. أكد ستولتنبرغ خلال مكالمة هاتفية مع وزير خارجية أردوغان مولود أوغلو أن الحلف يدعم بشكل كامل عمل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي للأزمة في ليبيا. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن هناك قوى أجنبية تتدخل في الصراع الليبي وتنتهك حظر السلاح على ليبيا وأرسال المرتزقة المسلحين، مشيرا إلى أنه يجب أن تفرض عقوبات على هؤلاء المنتهكين في الإشارة منه إلى تركيا التي تدعم حكومة السراج. وأضاف مانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبي متضامن مع اليونان وقبرص في قضية الشرق الأوسط، وأنه يجب أن تتوقف تركيا عن استفزازاتها في شرقي المتوسط. سير جهاز الدعم المركزي بمدينة البيضاء دوريات أمنية واسعة داخل أحياء المدينة وبتعليمات مباشرة من أمر غرفة عمليات الجبل الأخضر وبمشاركة كافة الأجهزة من أفراد المديرية والدعم المركزي. أوضح جهاز الدعم المركزي أن الدوريات تأتي لتأمين المدينة ولتطبيق حظر التجوال الصادر من اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا. قام مدير أمن المرج ورئيس غرفة الأمنية المشتركة المرج بجولة تفقدية على كامل الحدود الإدارية وداخل شوارع والميادين العامة بالمدينة، وذلك للوقوف على مدى تطبيق قرار الحظر الصادر من اللجنة العليا. ووفقا للموقع الرسمي التابع لمديرية الأمن، فقد شدد مدير الأمن على كافة الاستيقافات والبوابات الأمنية لمداخل المدينة بضرورة اليقظة والحرص والتعامل مع المواطن وفق القانون في حالة اختراقه للحظر. لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وتليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق القناة عبر أجهزتكم المحمولة. كما يمكنكم متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث .net. نهاية الموجز، في أمان الله.